هلو بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. ويلكم باك تو ماي شانل. مره وحشتوني واشتقت لكم كثير، وسو اليوم جيتكم بفيديو جديد. فهذا الفيديو راح اقول لكم عن تجربتي الغير ناجحه او تجربتي الفاشله مع اشهر فاونديشنات البشره الدهنية. سو إذا ما كنتم مشتركين في قناتي، لا تطلعون إلا وأنتم مشتركين وضغطين زر اللايك، لأني أنزل فيديوهات على طول وإن شاء الله راح تعجبكم، لأنها عن التجميل، تجربة المنتجات، وأيضا بعض الخلطات اللي لها مفعول سحري على البشرة والشعر. سو ما بطول عليكم أكثر، وخلونا نبدأ في فيديو اليوم. اوكي بنات، انا عارفة انكم دخلتوا على الفيديو لانكم ناويين تشترون او تجربون واحد من هذه الفونديشنات، فانا حابة اقول لكم انه هذه تجربتي، انا تجربتي الخاصة فيا والخاصة على بشرتي، فما اقول هذا الكلام يعني تعميم لكل البنات ولكل انواع البشرة الدهنية، لانه في كثير من البنات استخدموها وبالفعل عجبتهم وصار جزء من روتينهم اليومي في الميك اب، ما يقدرون يستغنون عنه. طبعا سو انا شفت كل الدعايات عن هذه الانواع من الفونديشنات وانها مناسبه جدا للبشرات الدهنيه. بالفعل رحت واشتريت النوع الاول اللي هو فونديشن لوريال. جربته ويمكن جلست 4 شهور وانا اجربه. كنت أحاول أني يعني أستخدمه بالطريقة الصحيحة وأطبق الطريقة الصحيحة للميكب. سو بعد 4 شهور ثانية رحت اشتريت ميبلين فيت مي، وأيضا استخدمته بالطريقة الصحيحة، لكن مع الأسف يا بنات ما عجبتني هذه الفونديشنات، ما عجبتني نهائيا، وصرت أتضايق لما أحطها وما أبغى أستخدمها أبدا. راح أقول لكم الآن ليش هذه الفونديشنات ما عجبتني وما ناسبتني أبدا، ولا يمكن مرة ثانية راح أشتريها، وأرجع أكد لكم هذا رأيي الشخصي وهذه تجربتي على بشرتي، وهذا الكلام مو تعميم، يعني أنا ما أقول هذا الشيء علشان أضر بالمنتج، بالعكس يعني ميبلين ولوريال غنية على التعريف، ويعني ومو أنا اللي أقدر أحطم هذه المنتجات، لكن أنا قاعدة أقول رأيي الشخصي، حسيت إني أبغى أتكلم، إني أبغى أقول، فسويت هذا الفيديو. وخلوني الآن أقول لكم ليش ما عجبتني، وبليز بنات إذا كان أنا تطبيقي خطأ لهذه الفونديشنات أو إن أنا ما عرفت أحطها بالطريقة الصحيحة، بليز بليز اكتبوا لي في الكومنتات انه ايش هي الطريقة الصحيحة وايش الخطأ اللي انا ارتكبه خلى هذه الفونديشنات ما تثبت على بشرتي وتعطيني المنظر الشاحب وتغير من لون بشرتي وتصير لونها رمادي وتتقشر واشياء مرة غريبة تصير معايا. سو خليني اقول لكم الان ليش ما عجبتني. اوكي، اول شيء راح اتكلم عنه هو طبعا فونديشن لوريال، اسمه Invincible 24 Hours Matte. طبعا كاتبين عليه ميتي فيلينج انفينيبل فاونديشن، انا درجتي 32 امبير. طبعا في البدايه اول معاناه مع هذا الفاونديشن لما رحت اشتري اساسا ما لقيت الدرجه اللي تناسب بشرتي. والله يا بنات يمكن جلست في المحل حوالي نص ساعه وانا احاول اجرب ما لقيت يعني بالضبط، فاخذت لون اغمق شويه من لون بشرتي علشان ما يعطيني اللون الرمادي، لأنه أوكي إذا أنت اشتريتي فاونديشن أفتح من لون بشرتك تأكدي أنه حيصير بشرتك لونها رمادي بعد نص ساعة أو ربع ساعة من وضع الفاونديشن. فنصحتني البنت اللي تبيع أني أخذ درجة أغمق شوية من بشرتي علشان ما يصير معايا هذه الحركة. أوكي، طبعا لما رجعت البيت سويت الطريقة الصحيحة، أنه أول شيء قشرت بشرتي بمقشر عادي، مقشر يومي، بعدين غسلتها مزبوط بالغسول. طبعا أنا الغسول اللي استخدمه هو غسول طبي، وفي كثير من الفيديوهات طبعا تكلمت عن الغسول حقي، تقدرون ترجعون للفيديوهات وتشوفونها. بعدين حطيته عن طريقة طبطبة بإسفنجة مبللة. طبعا خليته لمن ينشف تماما على بشرتي. الشيء اللي لاحظته انه كان سريع، يعني مجرد اني احط جهة على بال ما اروح للجهة الثانية قدو الفاونديشن نشف، يعني كان سريع سريع جدا انه ينشف على البشرة.
فكنت أحاول قد ما أقدر أني أحط الفاونديشن بسرعة علشان ما ينشف على بشرتي. بعدين أحط اللوس بودر، بعدين خلاص أكمل طبعا ظلال العيون والحواجب. طبعا لاحظت أني لما أستخدمه بعد نص ساعة تبدأ بشرتي تتشقق وتتقشر، يعني هذا شيء مرة غريب. أنا بشرتي دهنية لا يمكن أنها تتشقق، غير كذا أحسه يتحرك من مكانه، يعني مجرد أني أحط مثلا يدي على خدي أحسه يطبع، عارفين هذا الشكل، ما يثبت على بشرتي، يتحرك من مكانه. حاولت يا بنات أني طبعا أكرر الاستخدام مرة ومرتين ثلاثة، وكانت نفس المشاكل تظهر عندي. ماني عارفة إيش السبب صراحة. سو هذا الفاونديشن الأول. أما الفاونديشن الثاني هو ميبيلين فيت مي، درجتي 250. صراحة لما رحت المحل بالفعل لقيت درجتي أو درجة لون بشرتي، لأنه كان عندهم الدرجات ما شاء الله تبارك الله مرة كثيرة. المشكلة اللي واجهتها إنه هذا الفاونديشن تغطيته جدا جدا بسيطة صراحة، يعني حتى أبسط النقاط في البشرة، يعني البثورة الصغيرة ما يشيلها، فكنت اضطر إنه أحط كمية أكبر، فحسيت إني أذي بشرتي لأن الكمية اللي أحطها كمية كبيرة صراحة. غير كذا إنه صراحة بعد نص ساعة يتغير لون الفونديشن، يصير تحت عيوني مرة مرة ناشف. طبعا أنا استخدم المرطب قبل ما أحط الفونديشن، يعني لا تقولوا لي أنه أنت ما حطيتي مرطب قبل الفونديشن، لا ما تجاوزت هذه الخطوة كنت أحطها، لكن فيتمي كان يعطيني جفاف تحت العيون، هذا واحد. الشيء الثاني أنه زي ما قلت لكم كمية الفونديشن اللي أحطه على بشرتي جدا كبيرة، فأحسها تكتم بشرتي وأحس بالحر، وأنه بشرتي تبدأ تتعرق حتى في وقت الجو البارد. غير كذا انه منظره على البشرة بصراحة كان غير صحي، يعني بحكم اني حطيت كمية كبيرة من الفاونديشن، فتحسون انه كأنه انا لابسة قناع، ماني لابسة او ماني حاطة فاونديشن عادي. جربته مرة مرتين ثلاثة، ما عجبني. حتى طبعا اشخاص اللي حواليا كانوا يقولوا لي انه الميك اب اللي حاطته مو مرة مناسب لك، فصراحة توقفت عن استخدام هذه الفاونديشنات الثنتين، على الرغم من أنها أفضل فاونديشنات البشرة الدهنية. وصراحة الآن أنا في مرحلة الحيرة أنه ماني عارفة أفضل فاونديشن ممكن أستخدمه لبشرتي. فبليز بنات إذا كان عندكم نوع معين من الفاونديشنات تستخدمون البشرات الدهنية الحساسة، بليز اكتبوا لي في الكومنتات وأنا إن شاء الله راح أجربه وراح أعطيكم رأيي عنه. وبس والله هذا كل اللي حابة أقوله، وكذا أكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم هذه المرة أنتم اللي تفيدوني، وأنا الآن أودعكم وأقول لكم باي باي حبايبي، وأشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات القادمة. مع السلامة.